اهلا بكم اعزائي المشاهدين، حلقه جديده ويلا نصلي. غلا ومصاريف ومسؤوليات، احمال وهموم، هل ينفع نتخلص منها؟ ده موضوع حلقتنا، ويسعدني ارحب بضيفي المهندس صفوت رشدي. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك. نتفق معظمنا ان الايام دي الدنيا اختلفت عن قبل كده، الغلا والمصاريف وطلبات البيت واحتياجات الولاد، المسؤوليه بقت كبيره، الايام تقيله وصعبه، الهموم زادت، والخوف من بكرة بقى مرعب. باشمهندس صفوت، ازاي نتخلص من حمل المسؤولية والهم دوت؟ في البداية أحب يعني نعذر السادة المشاهدين من أجل الظروف الصعبة القاسية اللي بتعدي عليهم. في مجال الشغل كنت قعدت مع حد من العمال، يعني اللي بنشتغل مع بعض، فقعد يحكي لي على بيته وان الفلوس اللي بياخدها مش مقضيه بسبب الغلا، لدرجه انه من كتر الضغوط اللي عليه انفعل وقعد يبكي. وده حال ناس كتير، يعني في ناس كتير بسبب الغلا شايله هم الدنيا، مش عارفين يعني يسددوا احتياجاتهم والتزاماتهم ازاي، مش عارفين مصاريف الولاد، الاقساط بتاعت المدارس، لو حد مثلا لو عندها واحده بنتها هتتجوز او هتتخطب في وقت قريب، الاسعار بقت حاجه جنان، والغلا بقى فظيع جدا، والناس اللي كان بياخد 10 النهارده ال10 دي مش عامله حاجه ابدا، واللي كان بياخد 5 ال5 مش مقضيه اي حاجه خالص. فالناس فعلا احنا معذورين والناس معذورة علشان الغلاء الفحش اللي موجود. بس انا عاوز اقول حاجة مهمة جدا، انه دي نص الحقيقة، زي ما ربنا قال في العالم سيكون لكم ضيق، النص التاني ثقوا انا قد غلبت العالم. ما انا كده ابتديت اشم نفسي، لان الكلام اللي حضرتك قلته يعني احنا كده هنبتلع من الهم لا والاحتياجات. لا، احنا لينا شريك، لينا اله عظيم واقف معانا. الكتاب المقدس بيقول في أمثال 10:22، ارقي بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. صحيح في غلا، صحيح في شح في الفلوس، صحيح الأسعار بقت غالية جدا، لكن ربنا بيقول، الكتاب المقدس بيقول بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. بركة ربنا بتعوض، يعني أقول غلاء زائد بركة ربنا يساوي اكتفاء. الله، حلو قوي. تاني، غلاء زائد بركة ربنا يساوي اكتفاء. اكتفاء اكتفاء، وده اللي كلنا محتاجينه. وده اللي كلنا محتاجينه. مفهوم البركة يعني ايه؟ البركة يعني اللي موجود يقضي ويفيض، حتى لو قليل، حتى لو قليل يقضي ويفيض. يعني كلنا بلا شك اختبرنا وقفات ربنا العظيمة جدا في تجهيز ولادنا وهم بيجهزوا عشان يتجوزوا، شفنا معجزات مع ولادنا ومع ولاد اخواتنا، وشفنا ازاي ربنا بيدبر الاحتياجات برغم الدنيا غلا. يعني مثلا ممكن عروسة كانت رايحة بتجهز نفسها، راحت تشتري حاجة قالوا لها الأجهزة كلها تغلى بكرة بكرة، الحقي اشتري النهاردة. فراحت الفلوس اللي كانت معاها، اتفقوا على كل الأجهزة، تاني يوم فعلا راحوا عشان يتأكدوا ان الكلام ده صحيح، لقوا كل الأجهزة زادت حوالي 40%. دي بركة ربنا، دي بركة ربنا. مش كده وبس، ممكن تروح عند حد يقول لك دي آخر قطعة، أنا عامل عليها خصم، خصم قد إيه؟ 30% 40%، في خصم بيوصل ل 50%. ربنا عنده حلول، إحنا مزنوقين في الغلا، مزنوقين في قلة الفلوس، الشح اللي موجود، ما أقصدش الشح في يعني في أقصد قلة الفلوس، يعني إن الفلوس شحيحة دلوقتي، وحتى اللي معاه الفلوس مش عاملة حاجة قدام الأسعار الكبيرة اللي موجودة، لكن توجد بركة الله فهي تغني ولا يزيد معها تعب. يعني احنا مزنوقين في نص الحقيقه اللي احنا شايفينه اللي على الارض. بالظبط. فاحنا عايزين النهارده عينينا تتفتح على النص التاني عشان الصوره تكمل. تمام. ربنا ليه كل المجد بيقول في الموعظه على الجبل متى 6:34 بيقول فلا تهتموا للغد. هو اللي شايل الهم ده، شايل هم ايه؟ هو عمال يفكر
الفلوس اللي معايا مش مقضية، أنا بكرة مطلوب مني كذا وكذا وكذا. أمي بتحكي بتقول أنا بقعد أسهر طول الليل مش عارفة أنام من كتر الهم، عمالة أفكر هقضي بكرة إزاي؟ طب مصاريف الولاد، طب أنا عليا أقساط مدارس، طب أنا عليا أقساط حاجات اشتريناها بالقسط ما قدرناش نشتريها كاش، اشتريناها بالقسط، فأجيب الأقساط منين؟ بتقول أقعد بقعد بالساعات عايزة أنام مش عارفة أنام، وتقول لو عيني غفلت شوية صغيرين ساعات كده أقوم منطورة من النوم على الأفكار ديت. جوزها ممكن يكون واحدة بتحكي يعني بتقول جوزها أقوم بالليل ألاقيه قاعد على السرير مش نايم، قاعد وحاطط إيده على خده وعمال يفكر، مالك يا أخويا بتفكر في إيه؟ لا يعني أنت مش عارفة الأقساط والفلوس والشغل ده، بينزلوا المرتبات دلوقتي مش المرتبات بتزيد، ده المرتبات بتقل، الغلا بيزيد، الأسعار بتزيد والمرتبات بتقل. لكن برغم كل ده يوجد لينا شريك، احنا مش لوحدينا. انا عايز اقول للسادة المشاهدين انت مش لوحدك، انت مش المسؤول، انت مجرد مسؤول صغير. هي في فرق بين انت مش المسؤول ولا مسؤول؟ طبعا كلمة مسؤول يعني انا واحد مسؤول ضمن ناس كتير مسؤولة، لكن مش انا اللي شايل كل المسؤولية. اللي شايل كل المسؤولية هو المسؤول اللي هو مين؟ المسؤول الكبير، الكبير الرب، الرب يسوع لكل المجد والكرامة. هو المسؤول، هو اللي بيشيلنا، بيشيلنا باحتياجاتنا بضعفاتنا بكل حاجة. عارفة زي ايه؟ زي طفل بيعدي الشارع ماسك في ايد ابوه مش همه اي حاجة، انا ماشي وماسك في ايد ابوه، انا مش شايل هم العربات اللي رايحه واللي جايه، مش شايل هم الدنيا زحمه، مش شايل هم ليه، انا ماسك في ايد مين؟ بابا. ابوي. كنت مره سمعت اختبار لاحد رجال الاعمال المباركين جدا، هو دلوقتي في السماء بس من رجال الاعمال الكبيره، بيقول ايه؟ بيقول في مره كنت داخل، كنت مهموم جدا، عندي مشاكل في شغلي ومهموم وماسك شنطتي ودخلت، الشنطة تقيلة بتاعته مليانة ورق ومليانة مستندات، وهو هو صح هو يعني عنده مصانع مش مصنع. بيقول حطيت الشنطة وقعدت حاطط إيدي على خدي وبفكر، وبعدين دخل عليه حفيده ولد عنده سنتين، قال له يا جدو يا جدو أنا عايز أشيل الشنطة. الواد جه يشيل الشنطة، الشنطة تقيلة قوي عليه مش عارف يتعتعها، قال له استنى، أتقل منه، قال له استنى أنا جاي لك. فراح قايم وهو اللي بيشيل الشنطة وخلى الولد يمسك إيه؟ يمسك إيده. كأن الولد هو اللي شايل الشنطة، كأن الولد هو اللي بيشيل الشنطة، ومشي بيها خطوتين والولد فرحان إنه قادر يشيل الشنطة. إحنا بنعمل كده. كلمة المسؤول، إلهنا مسؤول، إحنا مجرد أطفال، صحيح بنكبر ويبقى عندنا 50 سنة و60 سنة، لكن إحنا ما زلنا أطفال في عينينا الله، إحنا لينا أب عظيم بيعتني بينا، مسؤول عننا، هو الراعي. يعني من ضمن أسماء الله في الكتاب المقدس الراعي. يعني إيه الراعي؟ اللي بيدبر احتياجات الغنمات بتوعه، اللي بياخدهم إلى مياه الراحة، إلى أماكن الأكل، اللي بيحميهم، اللي بيرعاهم ويعتني بيهم. فربنا هو المسؤول. أنا نفسي يعني أصرخ بعزم ما عندي، يا حبيبي اللي بتسمعنا، أنت مش أنت المسؤول. طب أنا لما تيجي الأفكار تهاجمني يا باشمهندس، بكرة في ميعاد قسط أنا لازم أدفعه وأنا مش شايف في معايا فلوس، يعني هتصرف إزاي؟ هتصرف إزاي؟ ألجأ لربنا. كتاب المقدس في رسالة معلمنا بطرس الأولى بيقول ملقين كل همكم عليه فهو يعتني بكم. أنا في هم بيها، أنا مش هنكر أبداً إن بتجينا حروب من الهموم من الشيطان، الشيطان أيوة. بيرمي علينا فعلا. حرب الهم. طب أنا أعمل إيه؟ أيوة. في ناس بتعمل حاجة من الاتنين، يا واحد بياخد الهم ويقعد يفكر فيه وينحني تحتيه ويتكسر، وفي واحد تاني بياخد الهم أول ما يجي الهم روح مدحرجه على ربنا، مش هو قال إلقى على الرب همك فهو يعولك؟ أيوة. وفي آية تاني دحرج على الرب همك، يعني ندحرج، يعني عارفين لما الواحد يبقى شايل شيله كده وبعدين يعمل بكتفه كده يلقيها على، انا كنت بشوف الناس بينزلوا شكاير الاسمنت ازاي من على العربيات، فكان بياخد الشكاره وزنها كبير، يعني انت عارف يمكن في حدود 25 كيلو، فشكاره الاسمنت بتبقى على كتفه شايلها وبعدين يروح عاملها كده، قوم واحد تاني ياخدها على كتفه، هي دي دحرج على الرب هم. انا ممكن تجي لي الهم اعمل كده بس اروح دحرجها على ده. هي عمليه ايمانيه، الايمان. شوفي كل البركات اللي لينا في الكتاب المقدس بننالها بالايمان.
كل البركات اللي لينا ننالها بالإيمان. بالإيمان، بالإيمان. حتى الكتاب المقدس قال بدون إيمان لا يمكن إرضائه، يعني كل حاجة بالإيمان. إن آمنت ترين مجد الله، ربنا لما كلم مريم ومارس، إن آمنت مريم، إن آمنت ترين مجد الله. فربنا ليه كل المجد بيدعونا إن إحنا نلقي الهم، إحنا مش مصممين نشيل هموم. في آية في سفر الأمثال الجميل بتقول الهم يحني الرجل، يعني الهم يحني الرجل، يعني إذا الراجل اللي المفروض الراجل إشارة لقوة التحمل، الهم لما يجي عليه يحني يكسره. وفعلا الهم بيحني الظهر، يعني بتبقى شيء فعلا قاسي يعني. بالظبط. بس إحنا لينا شريك، إحنا لينا شريك، إحنا مش لوحدينا. أنا مسؤول صغير في شركة كبيرة، المسؤول الكبير بتاعها هو ربنا. هدي مثل، يعني في رسالة معلمنا يوحنا الأولى إصحاح 3 بيقول الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا، وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. بمعنى إيه شركتنا مع الآب وابنه يعني يسوع المسيح؟ يعني إحنا في شركة مع الآب والابن. أنا مش لوحدي، حضرتك مش لوحدك، السادة المشاهدين اللي بيشوفونا مش لوحديهم، لكن الشيطان بيحاول يزنقنا في حتة أنت لوحدك. لا أنا مش لوحدي. أنت شايل الهم لوحدك، أنت شايل الشيلة لوحدك، أنت المسؤول. لا أنا مسؤول، مسؤول صغار على قدي، أنا بقوم بدور صغار قوي، لكن اللي شايل المسؤولية الكبيرة هو مين؟ هو ربنا. لكن أنا ليا شريك. هنا معلمنا بطرس بيؤكد أن لينا شركة مع الله الآب، مع الله الابن، مع الله الروح القدس، بالأقانيم الثلاثة لينا شركة. بيقول يعمل لي إيه شريكي الآب والابن والروح القدس؟ الله بصفة عامة كشريك ليا هو بيعتني بيا، بيساعدني، بيقف معايا، بيديني نعمة، بيديني بركة. مش قلنا في البداية إن بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب؟ ربنا بيبارك، بيبارك. قال أبارك في سفر التثنية صح 28 البركة، بيقول تكون مباركا في دخولك في خروجك، تكون رأسا لا ذنبا، تقرض كثيرين وأنت لا تقترض، يبارك في غلتك، في معجنك، في سلتك، إلى آخره. يعني في بركة. يعني أنا لما تجيلي أوقات كده أتحصر في الهم أردد الكلمات دي؟ بالظبط، أردد الكلام بتاع ربنا وأقول له. في إنجيل متى برضو في الموعظة على الجبل أنا بأكد الكلام، ربنا بيقول لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم، يعني ما تشيلوش هم حياتكم، لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون وبما ولا لأجسادكم بما تلبسون، ليست الحياة أفضل من الطعام ولا الجسد أفضل من اللباس، انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم السماوي يقوتها، ألستم أنتم بالحري أفضل منها؟ كلمة المفتاح بتاع الآيات دي والمفتاح بتاع الموعظة على الجبل كلها في كلمة أبوكم السماوي. هل أنا ليا أب ولا أنا ماشي لوحدي؟ شركة مع الآب. هل أنا ليا أب شريك ليا شايل معايا شيلتي، ولا أنا إنجاز التعبير يتيم ماليش أب؟ أنا بتكلم بالمفهوم الروحي. وعارفة حتى في المفهوم العملي، لما ولد أبوه يموت وهو الأب هو عائل الأسرة، فبيبقى الابن هو يتيم ومش لاقي حد يصرف عليه، فبيضطر هو يشيل وهو لسه صغير، طفل صغير أو يعني إنسان لسه لم ينضج وما شالش الأحمال دي. أنا عايز أشجع السادة المشاهدين إن أنا عندي وعد جميل جاي به النهاردة، بيقول أذكر هذا يا يعقوب يا إسرائيل فإنك أنت عبدي قد جبلتك عبدا لي، أنت يا إسرائيل لا تنسى مني. الله. لا تنسى مني، أنا مش نسيك. حبيبي عزيزي المشاهد اللي بيشوفنا، أنت مش منسي عند الله، أنت ده بيقول شعور رؤوسكم محصاة، أسماءكم مكتوبة منقوشة على كفي، بيقول أنكم منقوشين في حدقة عيني، محفوظين في حدقة عيني، منقوشين على كفي، على الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون، كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم يقول الرب. في اهتمام ربنا بينا على كل المستويات، على كافة المستويات. أنا مش منسي عند ربنا. عزيزي المشاهد اللي بيشوفنا، أنت مش منسي، أنا مش منسي، أنا مش منسي.
قد بحوتك غيم ذنوبك وكسحب خطاياك، ارجع الي لاني فديتك. انا بادعو الساده المشاهدين النهارده اللي بيشيلوا الهم نتيجه الغلا ونتيجه الامور بتاعت المعيشيه الصعبه اللي احنا فيها، ان النهارده نخش في علاقه حقيقيه مع الله، ارجع الي لاني فديتك. نرجع لربنا بدل ما انا بسهر الليل شايل الهم. طب ما احول الهم والافكار لصلوات، قول له يا رب انا ماليش غيرك، انت ابويا، بيقولوا انك انت ابويا، انا عايز اتمتع بكونك ابويا، انا عايز اختبر انك انت تشيل عني الهم وتشيل عني الحمل وتشيل عني التعب. انا ضعيف، انت عارف ان انا ما اقدرش، انت عارف ان انا مسؤوليتي على قدي لاني امكانياتي على قدي، لكن انت المسؤول الكبير، انت قلت لا تنسى مني، انا جاي لك النهارده عايز ادخل بيتك، عايز اكون ابن ليك، عايز بدل ما انا اشيل الشيله ادحرجها عليك وانت اللي تشيلها، واكون انا بس دوري الوحيد ايه، اني لما اتعرض لمشكله اجي اعرضها عليك واقول لك يا ابويا ما عنديش حل، ما فيش قوه فيا، لكن انا قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. بيبقى حلو قوي الكلمات دي لما ادخل ارددها قدام الله، انا بعرض له المشكله وفي نفس الوقت بعلن ايماني وثقتي انك انت يا رب اعظم من الضيقه اللي بتيجي عليا. أيوة. هي المشكله لما بدخل وانا شايف ان الضيقه اللي جايه عليا اعظم من ان ربنا يكون بيحلها. بالظبط، هو في هنا مشكله بتحصل ان لما الشيطان بيحصرنا في الضيقه فانا شايف الضيقه كبيره قوي. أيوة. طيب أنا لما باجي أصلي بعمل إيه؟ بالإيمان كده أنا برتفع فوق الضيقة، فلما بعلى مع ربنا لكل أيوة. المجد والكرامة بالإيمان، لأن الإيمان لما بيملى القلب الإنسان يحس إن كل الأمور بسيطة قدامه، كل الأمور سهلة، لأن يوجد إله عظيم يقدر يحل كل المشاكل. فببص من فوق، أنا دلوقتي عليت فبباصص على المشكلة من فوق، المشكلة اللي كانت قد كده شايفها زي راس الدبوس من فوق. فدي انا عايز ابص من فوق، انا عايز ارجع لابويا، انا عايز اكون ابن لي، والابن بيكون مع ابوه، وحيث المسيح جالس في السماويات احنا كمان نجلس في السماوات، ونبص من فوق، نبص على الواقع بتاعنا ونلاقيه ضعيف. المسيح بيقول تعالوا الى جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اعمل ايه؟ اريحكم. بنشد الساده المشاهدين اللي بيشوفونا انهم يعملوا ايه؟ يجوا تعالوا إلي وأنا أريح. في شخص بيحبك، شخص عظيم في إيده كل الأمور، قادر قدير، الإله اللي بيدعو الأشياء الغير موجودة كأنها موجودة، هذا الإله العظيم اللي بيحبك اللي مش ناسيك بيقول لك تعالى لي يا ابني وأنا أريحك. طب ما أجل ربنا بدل ما أستسلم لشيل الهم، أجل ربنا وأعرض عليه مشاكل. عاوز أقول حاجة، إن المحبوب دايما مطمن بلا هم. المحبوب دايماً مطمن بلا هم. بمعنى إيه؟ هقرأ لك آية في سفر التثنية 33:12، ولي بنيامين قال حبيب الرب يسكن لديه آمناً. حبيب الرب يسكن لديه إيه؟ آمناً. كلمة آمناً يعني بلا هم، في أمان، في أمان، بلا انزعاج، بلا توتر، بلا خوف، بلا رعب، آمناً. يستر طول النهار وبين منكبيه يسكن، يعني بين منكبين الجناحين، بين منكبيه يسكن، زي ما يكون كده طائر عظيم او النسر كده، وبعدين واخد ابنه فين؟ تحت جناحيه كده، ولمه تحت جناحيه. هيخاف من ايه؟ ايه اللي هيهدده؟ ده ابوه النسر العظيم. المحبوب مطمن وبينام من غير خوف ولا هم. انا جبت الايتين دول مخصوص علشان المشكله اللي احنا قلناها في الاول، ان الناس مش بتنام بالليل وانهم عايشين في هم. يقول لكنه يعطي حبيبه نوما. ايوه، يبقى هنا المحبوب يسكن لدى الله امنا، ما يخافش، والمحبوب يعرف ينام. يعني في ناس كتير مش بتعرف تنام بكتر الهم. النهاردة ربنا بيقدم لهم دعوة، بيقول له حبيبي أنا عايز أريحك، عايزك تنام علشان صحتك، لخيرك تنام، علشان صحتك النفسية تنام، علشان حياتك الروحية تنام. النوم شيء مهم، مهم، ربنا همه حتى إن احنا ننام. حبيب الرب يسكن لديه أمنا و لذلك يعطي حبيبه نوما. أنا بدعو السادة المشاهدين إن نيجي نترمي في حضن الله. إحنا عايزين نوجه رسالة في الآخر يعني لأحبائنا، يعني عايزين نكون فعلا بلا هم،
امين. احنا قلنا في وسط الخدمه، لكن هلخص تاني اللي انا قلته، اني اجي بهمومي عند ربنا اقول له انا ماليش غيرك، انا سمعت عنك النهارده، يمكن انا ما اختبرتكش قبل كده، لكن سمعت النهارده انك بتعتني انك بتعتني بطيور السماء وبزنابق الحقل، وقلت انك انت كراعي نفوسنا بتهتم بكل تفاصيل حياتنا، قلت القى على الرب هم. انا جاي النهارده يا رب القي هم عليك، أنا ماليش غيرك، أنا حاولت بنفسي كتير لكن فشلت، أنا إمكانياتي على قدي، طب أعمل إيه؟ أنا بشتغل شغلانتين في اليوم والفلوس مش مكفية وصحتي اتدهورت، أعمل إيه؟ أنا أجي بترمي عليك، أنت وعدت إن مع الغلا تدي بركة. أيوه. الغلا زائد بركة الله اكتفاء. أمين. في اسم المسيح يكون الكلام ده، إحنا نردد كلام، في بقى ناس تقعد يا اختي اللحمه بقت بكذا والخضر بقت بكذا، ونقعد نتكلم، وخاصه في مجتمع السيدات لان هم اللي بينزلوا يشتروا، فبيقعدوا بقى يقولوا الاسعار، فبتكون بنعم بنحبط بعض من غير ما ناخد بالنا، ونشيل بعض الهم من غير ما ندرى. بيبقى كلام بيسرق الايمان، بيسرق الايمان. طب ما نتكلم بقى كلام الله. ايوه صحيح الغلا، لكن ربنا ما بيسيبناش. صحيح في غلا، بركه الرب تغني ولا يزيد معها تعب. في غلا لكن ربنا تروحي تلاقي مثلا معمول خصم على حاجة أنت محتاجاها جدا، فربنا عنده طرق وعنده أفكار وعنده محبات تملأ قلبه تجاه كل واحد فينا. بأدعو السادة المشاهدين أنهم يجوا للإله ده اللي مش نسيك، اللي فاكرك، اللي بيحبك، اللي عايز يديك نوم، واللي عايز يديك يخليك تعيش في أمان. إلجأ ليه، فهو فاتح أحضانه لكل واحد فينا، نتقدم ليه لكي ما يريحنا. تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. أمين. أمين. بشكر حضرتك جدا باشمهندس، ونتقابل في حلقة تانية بنعمة ربنا. أعزائي المشاهدين هنطلع فاصل ونرجع نكمل. رجعنا وبنكمل حلقتنا، ويسعدني أرحب بتجوفي معايا مدام إلهام جيد. أهلا بك يا إلهام. أهلا يا نرمين. أستاذ وجدي رشدي أهلا بك يا وجدي. أهلا بك يا نرمين. استاذ نشأت مكرم اهلا بك يا نشأت. اهلا بك يا نرمين. كان خبر جميل عرفناه النهارده من باشمهندس صفوت، لما بيقول كده الرب بيقول لكل حد فينا انت لا تنسى مني. وفي امس الحاجه الايام دي انه الرب يكون بيطمنا، لانه الهم عاوز يحني ظهورنا والغلا والمتاعب والاحتياجات، فاحنا محتاجين نكون بنصلي انه نحط حياتنا في ايد ربنا، ونكون بنطمن انه هو الكبير وهو اللي ضابط لكل امور حياتنا. فاتفضلي يا الهام. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مباركين عالمين انكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركه. اشكرك يا رب من كل القلب لانه انا ليا ميراث البركه. أشكرك يا رب من كل القلب إن الأجبال احتاجت وجاعت أما طالبوا الرب فلم يعوزهم شيء. أشكرك لأنه إلى الشيبة أنت تحمل. أشكرك لأن كل قليل في إيدك بركتك تغني ولا يزيد معها تعب. أشكرك إنه تجزل أمام شعبك بركات وخيرات يا رب في الوقت ده، يشهدوا عن أمانتك، يشهدوا عن إيدك، يشهدوا عن عظمتك، يشهدوا عن إنك بتبارك في القليل في البيوت، يشهدوا عن إنك يا رب بتلمس كل احتياج وتسدده. أشكرك يا رب لأن أتكل عليك فأنتصر، أتكل عليك يا رب فكل احتياج في حياتي يسدد، أنا عالم وموقن بمن أمنت. أشكرك لأن اختبرت إيدك في كل أمور حياتي، لا يمكن يا رب أكون بأنسى منك في كل الأيام اللي جاية. أنا مطمنة ليك يا سيد، مطمنة لإيدك، مطمنة لكل عمل بتصنعه في حياتي، ولكل أمر بيسدد بقوة وبشدة. ليك المجد والكرامة يا رب. أمين. 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 محتاجين برضو نصلي يا نشأت علشان خاطر الإيمان يملأ القلوب. تفضل. أمين. كان موسى النبي لما طلع بالشعب في البرية، فراح قال لربنا معايا 600,000 ماشي، انا اجيب لهم اكل وشرب من فين؟ فالرب رد عليه برد حلو جدا، يا ريت نصلي بيه يمنعنا بالايمان. قال له، فقال الرب لموسى: هل تكسر يد الرب؟ الان ترى ايوافيك ايوافيك كلامي؟ يعني الرب قال له صدق وامن. هل يد الرب تكسر انها تسد الاحتياج والعوز؟ فالنهارده الرب بيقول انا أو في يد الرب، هل تكسر يد الرب؟ الآن ترى أيوافيك كلامي، يعني هيشوف كلامي
ده يتحقق ولا بالبركه وتسديد الاحتياجات والخير، وانه ما تكونش معوز ولا محتاج. نصلي كل احبائنا النهارده المشاهدين يشاركونا بالصلاه، واحنا السماوات مفتوحه والرب بحضوره، ونستقبل النهارده عطيه ايمان جديده نعدي بها التحديات. امين. ابونا السماوي بنشكرك، كتر الف خيرك، لانك انت لما بتقول كلمه انت قدها، وانت قلت ان يملأ الله احتياجكم بحسب غناه في المجد، وانت قلت لا تخافوا، وانت قلت لا اهملك ولا اتركك، وانت قلت يا رب لا تكونوا بلا هم. مبارك اسمك يا رب، بشكرك. قلت ان كمان ملقين كل همكم عليه فهو يعتني بكم. مبارك اسمك. احنا النهارده جايين لك وكل شعبك يا رب في زمن يمكن يا رب الدنيا صعبه وتحدي، يا رب والامور يمكن مش باين لها يا رب فجر، لكن احنا ناظرين اليك يا رب ومتكلين عليك. النهارده ارسل من فضلك يا رب في القلوب عطيه ايمان في شخصك، ونشوفك ونصدقك اكتر من اللي احنا شايفينه، ونؤمن بيك، ويكون في قلوبنا النهارده رجاء عوض عن الشك والخوف اللي بيسرق الايمان من قلوبنا. بفضلك يا رب انت كل اللي طالبينك النهارده عطيه جديده، عطيه ايمان يا رب يصدقوك ويمشوا وراك ويتبعوك كل الايام، متكلين عليك مسلمين كل الامور في ايدك. نعم مبارك اسمك. يوفينا كلامك يا رب، ويوفينا وعودك يا رب، يوفينا خيرك يا رب، زي ما انت قلت شعبك في البرية. مبارك اسمك، تعولنا هذه الأيام. نعم مبارك اسمك. في اسم المسيح الدين النهاردة يا رب في حلقتنا النهاردة نرضيك بالإيمان يا رب، والنهاردة نكسب أراضي، والنهاردة بالإيمان يطرح الخوف والقلق وقلة النوم، النهاردة بالإيمان تلقى أحمال من على أكتافنا نرميها عند قدميك، النهاردة بالإيمان يخف من على أكتافنا كل نير لكل أب وأم وكل عائل أسرة وكل محتاج وكل جعان وكل فقير وكل مريض. في اسم المسيح النهاردة يا رب يوفيهم كلامك يا رب، يوفيهم وعودك يا رب. نعم، ويرفعوا إيديهم مسبحينك وشاكرينك، ويكون لسان حالهم عالمين بمن أمنا. كل الكرامة والمجد ليك يا رب. أمين. أمين أمين. لو أنا مش قادرة أصدق أروح وأقول له أنت قلت كده أنه أعن عدم إيماني، أعن ضعف إيماني، وأعلن كده أنك أنت رئيس الإيمان ومكمله، بس أروح وأقر باللي أنا حاسس بيه، وفي نفس الوقت أقر أنه أنت رب رئيس الإيمان، أنت تهب، أنت تكمل كل ضعف إيمان أنا حاسس بيه. وأمين الرب عاوز يتمجد في حياتنا، وبدي تبقى الظروف اللي الرب بيتمجد فيها لما بتتحول عينينا وقلوبنا عليه، وده أكتر وقت إحنا محتاجين تكون قلوبنا بتتعلق بيه. أمين أمين. إحنا هنبدأ طلبات الصلاة، بس أفكر حضراتكم إنه منتظرين اتصالاتكم ومشاركاتكم، ومتواصلين كمان على صفحة قناة الحرية على الفيسبوك. صلوا من أجل أولاد الرب أن الرب يفتح قلوبهم لمعرفته ويباركهم في شغلهم ويفتح أمامهم الأبواب. اتفضلي إلهام. بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يدعوني فأستجيب له معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده من طول الأيام، أشبعه وأري خلاصي. يا رب أنا بصلي أن أولادك عينيهم تتفتح على شخصك ويشوفوا إيدك في كل أمورهم، وشوفوا يا رب عملك وحبك، وشوفوا يا رب اهتمامك بيهم. اصلي يا رب انه قلوبهم تكون بتتفتح، ويكون زمن قبول لشخصك، مفتدين الوقت لان الايام شريره. يا رب اصلي ان كل اعاقه من عدو الخير وكل ضربه صنعها بينك وبينهم تكون بتزال، يشوفوا محبتك، يشوفوا قلبك، يشوفوا رعايتك، يشوفوا عنايتك، يشوفوا كل الحب اللي في قلبك تجاههم. أصلي يا رب أن يكون ليهم زمن قبول ورجوع لشخصك، لأن كل نفس يا رب غالية على قلبك، منتظر
وفتح أحضانك لقبولها. أشكرك، أشكرك لأجل كل حب قدمته وهتقدمه وتفضل تقدمه. افتح ليهم أبواب الرزق يا رب. نعم بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. عد ليهم طريق يا رب، وافتح ليهم أبواب للبركة في حياتهم، يشهدوا عن أمانتك وعن إيدك الأيام اللي جاية. يا من تفتح ولا أحد يغلق، وتغلق ولا أحد يفتح. أشكرك لأنك إله أمانة لا جور فيك. أشكرك لأجل حبك ليهم، أشكرك لأجل رعايتك واهتمامك، أشكرك لأجل إنك ترعاهم كل أيام حياتهم. ليك كل مجد وكرامة مع صلوات كل قديسيك. اسمع واستجب. أمين. أمين في اسم يسوع. أطلب الصلاة من أجل شفاء جورجيت من خشونة بالركبة، مش قادرة تمشي عليها. تفضلي نشأت. ده المقدس كده في مزمور 115 بيقول: ليس لنا يا رب، ليس لنا لكن لإسمك أعطي مجدا، من أجل رحمتك من أجل أمانتك. النهاردة الرب يعطي لإسمه مجدا، أنه يصنع شفاء ويصنع معجزات ويكون اسمه إلى الظهر، وقدام الشمس يمتد اسمه. الرب الله إله إسرائيل الصانع العجائب. النهاردة بنفرح إحنا، يعني إذا كان في احتياجات فدي بتخلينا نروح لإله عظيم، قول له اصنع لإسمك مجدا وشعبك يمجدك ويفرح بيك ويفرح بالعجائب. لينا لسه معجزات، ولينا لسه آيات وعجائب الرب عايز يصنعها. فقط يا رب أعطينا النهاردة إيمان، وكل احتياج يا رب، كل حد ضعف من سبب مرضه بسبب خوفه يرد له إيمانه، وإذا كان ضعيف الإيمان تزيد إيمانه. أمين. شكرك ونبارك اسمك، نستودع طلبة دي بين إيديك يا رب. يقول لك: ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا، لإسمك العظيم اللي يمتد اسمك إلى يا رب فوق الشمس يا رب، ويمتد اسمك إلى الظهر يا سيدنا الرب. أنت الإله العظيم الصانع العجائب العظام وحده. نعم يا رب إحنا جايين لك، نقول لك: هب ولادك يا رب في أوجاعهم في أمراضهم، هبهم يا رب عطيت إيمان وقوة رجاء يا رب، وهبهم أن يعرفوك أنت القادر على كل شيء، اللي مكتوب عنك أنه عند الناس صعب ومستحيل لكن عند الرب لا يستحيل. صعب عند الناس، غير مستطاع، لكن عندك مستطاع يا رب. مبارك اسمك النهاردة، تصنع آيات وعجائب، وإحنا بنصرخ لك بنقول لك يا رب، وإنت الرب الإله القادر على كل شيء، وإنت الإله الحي، وإنت الإله الرب القادر، الإله الحي أبونا اللي بيرعانا، يشفق علينا، يترأف علينا، يرحمنا، نعم، ويشفق علينا، ويبعت تحننات، ارسل تحننات لأولادك يا رب في اسم المسيح يسوع، ويبعت يا رب موجات شفاء للألم والظهر والوجع وكل الأمراض اللي في العظام في اسم المسيح. نعم يا رب تنشط عظامهم يا سيدنا الرب. مبارك اسمك من أجل طلباتنا إليك النهاردة، من أجل الأمانة اللي في قلبك، وطلباتنا إليك من أجل المراحم، ليس لأجل بر فينا. كل الكرامة والمجد لك. أمين. أمين 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 يا رب، أنت تتمم كل وعود بالشفاء لينا لحياتنا. صلاة من أجل الطفل باتريك، الرب يشفيه. أختنا تهاني هتشاركنا الصلاة، تفضلي يا تهاني. في الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. رحم الرب عليهم ورحمهم والتفت إليهم. أشكرك لأجل تحنناتك على ابنك باتريك. أشكرك من أجل محبتك لي. أنا جاي النهاردة تعلن لي كده أنه تراءى لي الرب من بعيد، ومحبة أبدية أحفظك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. أشكرك لأنه ابنك باتريك يتمتع بحبك، متع بقوة الشفاء اللي له عندك. ترسل ملائكتك رب القدسين وطمن قلبه. نشكرك لأنك هتصنع معه لأجل اسمك قدوس، من أجل شفاعته من العذراء وكل القدسين، لكل مجد وكرامة للأبد. أمين. أمين أمين أمين. أنت هو الرب شفانا. صلاة من أجل رامي ورضا، الرب يعطيهم نسل. تفضل يا إلهام. بسم الله والابن وروح القدس الإله الواحد أمين. ليستجيب لك الرب في يوم الضيق، ليرفعك اسم إله يعقوب. أشكرك يا رب إنك تستجيب لأولادك إن كانوا شاعرين يا رب إنهم متركين زمن من غير نسل. أنت يا رب أتى زمن الاستجابة، تكون بتديهم يا رب نسل باركه الرب، تكون بتجزل عليهم من خيرك يا رب وتهبهم نسل، ويكون بنوهم مثل غروس الزيتون حول مائدتهم. شكرك انك تفرح قلوب ولادك وتهبهم نسل من ايدك، نسل للبركه، نسل يمجد اسمك، نسل يا رب يكون بيشهد عنك، نسل يا رب يكون سبب بركه للام وللاب.
أشكرك يا رب إنهم ينظروا للنسل نظرة جديدة، نظرة يا رب إنهم يكونوا بياخدوا خير من إيدك وياخدوا بركة من إيدك. أشكرك يا رب إنك تهبهم نسل من إيدك. ليك المجد والكرام يا رب. أمين. أمين أمين. ممكن نتبارك بترنيمة وجدي كده ونتعزى. أمين. فيها بتقول نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. ترنيمة بتتكلم بتقول بيحبني مش لأن أنا حبيته، هو اللي بدأ بالحب، هو اللي حبنا. وبارك اسمك يا رب. اللي بدأ بالحب زي ما الآية بتقول، إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. محدش هيجي ويموت لأجل حد وهو مش بيحبه، هو مش بيقول كده يعني محبة أبدية أحببتك، ده محبة مش طبيعية. نشكر الرب جدا. صلاة من أجل فادي، الرب يخرجه من الضيقة اللي هو فيها لأنه محبوس ظلم. اتفضلي نشأت. الكتاب المقدس كده أصرخ إلى الله العلي، إلى الله المحامي عني، يرسل من السماء فيخلصني. أمين. نبارك اسمك ونشكرك لأنه ملناش اتكال إلا عليك، وانت السند، وانت الولي القوي، وانت ملكنا وشارعنا وقاضينا. مبارك اسمك، بنرفع ابنك بين إيديك. نعم يا رب، ترسل من السماء
وتخلصه يا رب في اسمك المبارك ابنك يا ربي يتكل عليك ويتسند عليك، رافع قلبه ليك، رافع ايده ليك، وكل اموره كل القضيه بكل تفاصيلها والحكم والاشخاص واللي يحكمه وكل الامور يا رب انت تراها، نستودعها بين ايدين اله عظيم قادر يخلص وينقذ وينجي، نجى الفتيه الثلاثه في اتون النار. مبارك اسمك وانت قادر يا رب، فقط يا رب ادي ابنك يا رب عينين مفتوحه على شخصك، والنهارده يا رب يكون يا رب يتعرف عليك كاله قدير كولي قوي كاله مكتوب عنه رب الجنود اسمه الجبار في الحروب، يحارب عن ولاده يخلص وينقذ اولاده من المحن ومن التجارب ومن الازمات. نعم مشكرك لانك انت نجيت يا رب دانيال من فم الاسود، عشان كده احنا بنطلبك النهارده لابنك تكون معين ومنقذ ومخلص، وتكون النهارده كمان خلاص لحياته ونجاه، وقلبي يعرفك وقلبي يتكل عليك وعينين تشوفك وايامه كلها تنور بحضورك باسم يسوع المسيح. امين امين امين. هو ايضا ينجي. امين. صلاه من اجل كرولوس الرب يحرره من الادمان. اختنا هاله هتشاركنا الصلاه، اتفضلي يا هاله. هو الابن والروح القدس الهنا واحد امين. الهنا الحنان بنشكرك لانك طويل الروح وكثير الرحمه، بنرفع صلاتنا قدامك لاجل ابنك كرولوس، وبنطلب حريه وشفاء من كل امور وظروف سببت انه يدمن وكانت اقوى منه، لكن مكتوب لا تشمتي بي عدوتي اذا سقطت اقوم، اذا جلست في الظلمه فالرب نور لي. وان كان العدو بره لسكته بنطلب انه يقوم من كل ظلمه ملت حياته، ويطلبك أنت النور اللي ينور لي ويطرد كل ظلمة وأمور مسيطرة عليه. روحك القدوس يحيط بيه ويشدده ويكون ملجأ لي في زمن الضيق، ويلاقي عندك حرية لأنه حيث روح الرب هناك حرية، يرفع قلبه ويطلبك فيجدك ويجد فيك الشفاء والحرية في اسم يسوع المسيح بنطلب. أمين أمين. الرب يهب حرية لأولاده اللي عندهم يعني المشاكل ديت في اسم يسوع. صلاة من أجل ميرنا لارتباط ناجح، تفضل يا إلهام. بسم الله والابن والروح القدس إله الواحد أمين. أحببت لأن الرب يسمع صوت تضرعاتي، أمال إلي أذنه. أصلي يا رب لأجل بنتك إنك تكون ليها زمن يا رب قبول أمامك في الأمر ده، وإن يكون ده الوقت والمعاد يا رب لخيرها والارتباطها، تعدي ليها ابن من ايدك يكون يا رب سبب بركه لحياتها، يكون يا رب بيأسسوا بيت وكنيسه على الصخر، على صخر يسوع الغير قابل للكسر، يكون يا رب بيت بركه وبيت طهاره وبيت صلاه زي ما بنقول في الكنيسه كده. يا رب اصلي انه بنتك يكون ايمانها لا يفنى لكن تنتظر الرب بكل قلبها، وانتظري الرب يا نفسي. اشكرك يا رب من كل القلب انك تعد من ايدك ابن يا رب يكون بيناسب بنتك في كل حاجه. اشكرك يا رب انك تكون بتعدها هي لسكه الارتباط، وبتظبط فيها وتوضب فيها كل حاجه وتجملها عشان تصلح لمملكه. اشكرك انه بنتك ليها خير، تفتح ليها الايام اللي جايه ايام فرح، ايام سرور لقلبها وايام بركه. يجي ابن يا رب من ايدك يسر قلبها ويكون سبب بركه لحياتها، زي كده ما أرسلت إسحاق رب لبنتك تكون بترسل ليها إسحاق اللي يفرح قلبها. أشكرك لأنك سمعت واستجبت، ونرى يا رب عجبا في حياة بنتك الأيام اللي جاية. ليك كل مجد وكرامة مع صلوات كل قدسيك، اسمع واستجيب. أمين أمين أمين. الرب عاوز يفرح ولاده، عاوز يفرح قلوبهم. صلاة من أجل الطفل جايدن عنده كانسر في الدم، وصلاة من أجل ديميانا عندها مشاكل في الغضاريف، ومن أجل ميري عندها غضروفين في الرقبة ضغطين على العصب والنخاع. تفضلي نشأت. أبونا السماء بنشكرك إنك صالح إلى الأبد رحمتك، وبارك اسمك من أجل أنك أنت تتحنن على شعبك، غنم مرعاك صنعة يديك. لا تتخلى أبدا عننا، دينا اللي ده في قلوبنا اللي يدينا سلام ويدينا رجاء، يطرد كل انزعاج. يا رب أنا بصلي لك لأجل كل انزعاج في القلوب يا رب، من الأمراض والأوجاع وطول الزمان يا رب.
أنا بصلي لك من أجل اليأس والإحباط والاكتئاب اللي أصاب النفوس من يا رب الوقوع في براسن المرض يا سيدنا. أنا بصلي لك من أجل قوة حياة تخرج منك لأولادك يا رب. أنا بصلي لك من أجل قوة قيامة يا رب تخرج يا رب وتقيم المريض والمعي يا رب واللي بقاله سنين لا فرق عندك يا رب، لا فرق عندك طول الوقت، ولا فرق عندك نوع المرض، ولا فرق عندك يا رب الامور اللي خلاص اتقفلت والبيبان اللي استعصت انها تتفتح، ولا كلام الدكاتره ولا علاج ملهوش لازمه ومش نافع، كل ده لا فرق عندك، لكن مكتوب يسير عندك يا رب، يسير جدا، يعني سهل جدا عليك يا رب. ادينا الايمان واحنا بنصلي لك، وادي الايمان لكل طلب النهارده طلبات من اجل اورام، من اجل امراض صعبه، من اجل امراض مستعصيه، انت لا فرق عندك يا رب، فقط يا رب اعطينا النهارده ناخد منك يا رب عطيه جديده للايمان يا سيدنا الرب. سامحنا على الشك، سامحنا على الياس، وسامحنا اكتر لانه مش عارفينك، مش عارفين قدرتك، وسامحنا اكتر لانه مش عارفين انك انت زي ما قلت كده للابرص اريد فاطهر، انت تريد وتقدر في اسم المسيح يسوع. زمن شفاء لاولادك يا رب، وزمن تعويضات عن كل اللي فات، وزمن نور ياتي على حياتهم، ومعرفه لشخصك يا رب تؤازرهم وتخفف اوجاعهم، وتكون انت الرفيق وانت السند وانت المعزي وانت صانع السلام لحياتهم في اسم يسوع. امين امين. مين مكتوب يعطي المعي قوه ولعديم القدره يكسر شده. امين امين. صلاة من أجل مدام كاميليا، الرب يشفيها من الكانسر ويعزيها لوفاة بنتها في حادث. أخونا صفوت هيشاركنا الصلاة، تفضل يا صفوت. في الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا أبونا السماوي الحنان العظيم ملك الملوك الطبيب الشافي، بسألك من أجل لمسات لبنتك، بشكرك من أجل مد يد الشفاء ليها في اسم المسيح يسوع. أصلي من أجل أنك تهمس قلبها المجروح على بنتها في اسم الرب يسوع. يا رب ارسل ليها موجات من التعزية بالروح القدس. أشكرك لأنك أنت حاسس بيها، أنت حاسس بيها. أشكرك من أجل أنه في وقت الديئات مكتوب أن روح المجد والإعلان بيحل عليكم. أسألك يا رب من أجل أنك تحل بالروح القدس عليه بنتك يا رب، من أجل أنك تعزي قلبها وتعطيها إعلانات في روحها وفي قلبها يا رب عن شخصك المبارك وعن صلاحك وعن محبتك وأبوتك ليها. أشكرك لأنك أنت غير مجرب بالشرور ولا تجرب أحد بشر. أشكرك لأن بنتك تكون في حالة صلح معاك في اسم المسيح يسوع، وتبطل كل مشورة شيطانية للوقيعة بينها وبينك في اسم المسيح المبارك. بشكرك من أجل لمسات شفاء لجسدها يا رب من الكانسر في اسم خلص القليل كثير. انت عندك الكانسر مرض بسيط رب، انت لا يحصل عليك امر. بنحط بنتك بين ايديك وكل اخواتنا يا رب المصابين بنفس المرض، بنضع ايدك يا رب عليهم في اسم المسيح، تضع ايدك يا رب عليهم بالشفاء وبالراحة وبالحرية وبالفكاك يا رب من كل امور العدو النجس الشرير يا رب اللي بيصيب امراض في اسم المسيح. انت تأتي لكي ما تخلص وتشفي، لك المجد يا من كنت تقول تصنع خير وتشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب، المجد والكرامة مع صلوات جميع القديسين في اسمك العظيم وبشفاعة العذراء مريم لكل مجد وكرامة. آمين آمين آمين. أنت مكتوب عنك إنك أبو الرأفة وإله كل تعزية. آمين تكون بتملى قلوب شعبك بالتعزية اللي بيبقى متألمين على فقدان أحبائهم، تقدر يا رب تكون بتعزيهم في اسم يسوع. صلاة من أجل أبا نوبة عنده تعب نفسي، تفضلي يا إلهام. بسم الله الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين. اللهم التفت الى معونتي يا رب، اسرع واعني يا رب. كل تعب نفسي جوا ابنك يا رب مش قادر يخرج منه، انت تيجي اليوم يا رب وتسرع لمعونه ابنك وتمد ايدك يا رب براحه حقيقيه لسبب كل تعب نفسي يا رب ادى للوجع اللي جوا قلبه. يا رب انت الوحيد اللي تشعر بيه، انت الوحيد اللي تئن لأجله، انت الوحيد يا رب اللي تخرجه من كل ضيق وكل تعب.
وصلي يا رب من أجل أبنوب إنه يكون عينه بتتفتح على الحب وعلى الرعاية وعلى الاهتمام وعلى الصلح اللي عايز تصنعه معاه، وعلى النفسية اللي تكون قوية تقدر تصمد قدام أي تحديات. أنا بصلي يا رب لأجل كل ضعف أبنوب فيه يكون بيتشدد بشخصك، وكون أنت سبب قوته وسبب راحته. ايه في العالم يطمن؟ ايه في العالم يريح؟ ايه في العالم يدي امان ولا يديني قوه اني اكون بمشي بيها؟ ابدا، انت وحدك الضامن، انت وحدك الامان، انت وحدك يا رب سر راحتي وسر سلامي. اصلي يا رب انه سلامك يتنقل لابنك. اعبر يا رب بيه عن كل ضيق نفسي وكل تعب، اعبر يا رب بيه عن كل قفله وكل قيد عدو الخير ربطه بيه. فك ابنك وحرره، فك ابنك وحرره، فك ابنك يا رب واطلقه حر، يكون بيعبدك براحة قلب ويفرح بما يشوفك ويتقابل مع شخصك. أشكرك لأنه ليه زمن إطلاق، ليه زمن راحة، ليه زمن شفاء، ليه زمن إبراء من كل تعب وكل وجع. ليك المجد والكرامة يا سيد الأرض كلها، لأجل شفاعة كل قدسيك اسمع واستجيب. أمين أمين أمين. صلوا من أجل ابن الرب مريض جسدي ونفسي، الرب يتدخل في نفسيته. تفضل يا نشأت. أبونا السماوي أشكرك لأنك أنت طبيب أرواحنا ونفوسنا. نعم. وأجسادنا. شكرا لك لأنك أنت فيك الكفاية. أيا كانت حالتنا، أيا كان وجعنا، أنت لم تقصر أبدا يدك أنها تشفي. مبارك اسمك، بصلي لك رب لابنك وحسب المكتوب نصيبه هو الرب هكذا قالت نفسي، من أجل ذلك أرجو. يا رب مبارك اسمك، أنت لما بتكون نصيبنا وتكون رفيق حياتنا وتكون يا رب عريس نفوسنا، يا رب نفوسنا بتشفى. فأنا بصلي لك لأجل ابنك يا رب، كل تعب نفسي، كل كسر أصابته، وكل اختبارات أو كل يا رب دوائر فشل في حياته، أيا كان السبب يا رب اللي سبب له تعب ده، يا رب أنت تكون نصيبه وقسمته، ويفرح بيك ويتهلل بيك ويشوفك محب ويشوفك صديق، يشوفك أخ، يشوفك راعي، يشوفك أب، في كل الكفاية يا رب. عشان كده احنا جايين لك وبنطلب منك، واثقين أنك أنت تكفي، واثقين انك انت تغطي وتعوض، واثقين انك انت تشفي. مبارك اسمك، ليس مثلك، ليس مثلك عظيم، ليس مثلك في شفائك، وليس مثلك انك انت تصب خمر وزيت على كل جرح وعلى كل تعب نفسي في ابنك يا رب. مبارك اسمك فيتعافى. اشكرك، تتراءى لي من بعيد. هللويا حسب المكتوب. تراءى لي الرب من بعيد ومحبة أبدية أحببتك. فضلك احنا بنصلي لك تظهر لي محبتك الشافية اللي تطمنه وترفع راسه وتكفيه وتشبعه. أمين. أمين أمين أمين. كمالة الآية محبة أبدية قد أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. الرحمة هتكون مستديمة في اسم يسوع. صلاة من أجل عايدة عندها فحص على الصدر، النتيجة تكون ورم حميد. وصلاة من أجل عفيفة عندها مية بيضة على عينيها. وصلاة من أجل تريزا، ربنا يفتح باب شغل ويسدد كل الاحتياجات. أختنا أمل هتشاركنا الصلاة، تفضلي يا أمل. بسم الآب والابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. يا رب يسوع المسيح إلهنا الصالح، معطي كل الخيرات، نشكرك يا رب ونسبح اسمك القدوس. إله عظيم قدير، ليك كل المجد يا رب. أشكرك يا رب من أجل تلبة إخواتي يا رب، إن هم جايين أمامك يطرحوا تعبهم يا رب ويلكوه تحت رجليك. استلم يا رب بنتك عايدة، اديها يا رب اطمئنان وسلام. أشكرك يا رب من أجل كلماتك، لا تخف أيها الرجل المحبوب، سلام لك، تشدد تقوى، ولما كلمني تقويت، وقلت ليتكلم سيدي لأنك قويتني. أشكرك يا رب لأن كلامك هو اللي بيقوينا، واتكلنا عليك يا رب وعلى كلمتك الصالحة، هو اللي بيدينا سلام وهدوء يا رب. ادي بنتك يا رب عايدة سلام في قلبها، واديها يا رب تتوقع كل الخير من عندك، لأنك انت يا رب لا تعطينا يا رب غير الخير. أشكرك يا رب وأسبح اسمك من أجل يا رب بنتك عفيفة، مد إيدك يا رب عليها، اديها يا رب كده سلام وهدوء، واديها يا رب إنها تحس إنها محفوظة في إيدك القديرة. انت يا رب
لا تتركنا أبدا، لكن دايما يا رب إحنا محفوظين في إيدك، بترعانا وبتصوبنا رغم الألم ورغم الظروف، لكن رعايتك يا رب وحمايتك لينا دايما تاج على رأسنا نفتخر فيه كل الأيام. وصل يا رب من أجل أختنا تريزا، أشكرك يا رب من أجل كلماتك ليها، لا تخافوا أنتم أفضل من عصافير كثيرة. فيك المجد يا رب لأنك أنت وحدك يا رب اللي معطي الخير، أنت يا رب اللي بترعانا وبتصوبنا وبتحملنا كل الأيام، لا يعني وزن أي شيء رب وإنت معانا. أشكرك يا رب من أجل كل خير وكل بر وكل رحمة يا رب بتبعتها لحياتنا كلنا. ليك المجد يا رب من أجل إخواتي، يرفعوا قلوبهم إليك وينتظروا من عندك يا رب من السماء كل الخير. أشكرك يا رب لأن كلماتك كده المحبوب لا يخاف، لا تخف أي رجل المحبوب، والمحبوب لا يخاف. إحنا محبوبين في إيدك يا رب، نطرح كل خوف تحت رجلينا وننظر يا رب إلى السماء من حيث تأتي معونتنا. ليك المجد، ليك الشكر يا رب على كل خير. أمين. 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 المحبوب لا يخاف. نتمتع دايما بمحبات يسوع. الخوف، الحب يطرد كل خوف للخارج. سلا من أجل هارون، ربنا يشفيه من الحساسية على الصدر والجيوب الأنفية. تفضل يا إلهام. بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ويرد الرب عنك كل مرض وكل أمراض مصر الرديئة التي عرفتها لا أضعها عليك. أشكرك يا رب إنك تشفي ابنك يا رب من سبب الحساسية وسبب التعب في الجيوب الأنفية. الأمر بيبقى مؤلم يا رب وبيسبب صداع وبيسبب خنقة أوقات. تعالى يا رب بشفاء من عندك، إحنا نثق يا رب ونصدق إنه من إيدك الشفاء. إن كان الشفاء يا رب عن طريق عملية أنت تعدها أمام ابنك ويعملها ويخف ويبقى كويس، عد أمامه الطريق. كان الشفاء من إيدك يا رب وأنت تصنع معاه معجزة، نثق في إيدك في كل الأمور يا رب، كل الأشياء تعمل معا للخير. استلم ابنك يا رب وباركه، ودي يثق في حبك وفي رعايتك وعنايتك وإيدك يا رب اللي ترعى وتهتم كل الأيام لأجل شفاعة كل قديسيك يا رب. اسمع واستجيب. أمين. 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 ممكن نتعزى بترنيمة وقتي. الترنيمة اللي جاية كلها تهليل. هللويا أنا غالي في عينيه، هللويا إني ابنك، إني أخصك. تقول كده مش لحاجة حلوة فيا، دي محبة ساكنة فيك يا رب. مبارك اسمك. لما أشوف نفسي غالي، دي حاجة هتكون بترد لي كل الاعتبار يعني، وتكون كل خزي بيبقى واقع عليا إبليس بيرميه. يعني لما أقول أنا غالي في عين الرب، ده بيضيع كده كل إحساس بالخزي، بيرميه إبليس علينا. صلاة من أجل إيهاب، ربنا يحرره من الإدمان، وصلاة من أجل تغييره وتغيير والده. تفضل يا نشأت. أشكرك مبارك اسمك، لأن أنت الوحيد اللي عندك قوة تغيير. نعم. أيوة. وقوة للتحرير، وقوة للشفاء. أنت
الوحيد اللي احنا نلجأ له ونجي ليه وعارفين انه ليس مثلك. مبارك اسمك، أؤمر بزمن عتق لابنك، أؤمر بزمن حرية وإطلاق. اللي انت بتطلق المأسورين، اللي انت بترد أسر المسبيين والمسجونين، اللي انت بتخلص يا رب حتى من الهاوية بتفدي ولادك. هللويا ليك. انت من الموت بتفدي ومن الهاوية بتخلص. انت اللي بتنتشل من الأعماق يا رب. نعم زي ما قال لك عبدك، نشلتني من مياه كثيرة. مبارك اسمك، عشان كده احنا جايين لك يا رب. هب الأب يا رب النهاردة قوة رجاء وسلام خاص من عندك يا رب. تفضلك يا رب سلام لنفسه وسلام لقلبه يا رب. تفضلك ويشوفك. نعم ما ياخدش الأزمة دي ويعبر بيها لوحده، من فضلك يعبر معك ويعبر بيك وتمسك بإيديه وتسنده. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك. عندك الحلول، احنا ما نعرفش ازاي. احنا عارفين ان الادمان شيء صعب، وعارفين الوقت، وعارفين الاثار وكل ده، لكن عندك انت يا رب، عندك من الموت مخارج. استودع بين ايديك ابنك، ارادته اللي سلبت تردها له، قدرته اللي خلاص ضعفت انت قادر ترد له قوته، السجن اللي اتحبس فيه انت وحدك قادر تفتح ابواب السجن، مفيش غيرك. صلي لك من اجل الاب، تفضلك النهارده واحنا بنصلي لك من اجل عطيه ايمان. هب ابن عطيه ايمان يشوفك يا رب، تفضلك يعبر معاك ويعبر بيك ويعدي في اسم المسيح. انت اللي مكتوب عنك جعلت في المياه القويه مسلكا في البحر طريقا. مبارك اسمك يا رب، عايزينك طالبينك منتظرينك. نعم يا رب منتظرينك بقوة، نراقبك كالمراقبين الصبح، وانت تأتي بنورك، وانت تأتي يا شمس البر، انت تأتي كوكب الصبح المنير، تنير الحياة وتنير الأيام وتنير ظلمتنا وتضيء سراجنا. كل الكرامة والمجد ليك. أمين. مين يا رب، انت لا تعدم وسيلة. صلاة لأجل كرولوس، لأجل الامتحانات، الرب يوفقه في مستقبله الروحي والزمني. أختنا نفين هتشاركنا الصلاة، تفضلي يا نفين. بسم الاب والابن والروح القدس، إلهين واحد أمين. يا أبويا السماوي بشكرك لأنك كده كان كرولوس بسلام عليه، يهرب كل قلق وخوف وتوتر. أشكرك يا رب لأنك تملأ إيدي بالنجاح، تهب نجاح سماوي. أشكرك لأنك تكون معاه زي ما كنت مع يوسف فكان رجلا ناجحا، تكون مع كرولوس فيكون ناجحا. أيوة رب، معيتك لابنك تكون سر نجاحه، مش بس في الامتحانات لكن في كل أمور حياته. أشكرك لأنك تغطيه بدمك، تنجحه في كل أمر بتمتد إليه دي. يا رب بنطلبك حياتنا، على حياتي حياة كرولوس ليدك يا رب. ادخل يا رب اسكن جوه قلوبنا، وادينا كده انه نرفض ان احنا نتنجس بالعالم، ونكون بنقولك يا رب زي دانيال ما وقف هو والفتية التلاتة وقالوا ورفضوا ان هم يتنجسوا بالاطياب اللي كانت بتتعرض عليهم والخمر اللي كان بتتعرض عليهم. ادينا كده نحط في قلبنا انه تكون انت ملكنا فننجح نقرلس في كل امور حياته. شفاعة أمنا العذراء مريم وكل مصرف قدسيك. أمين أمين أمين. نكون كده بنردد كلمات الرب على أولادنا، ونقول كده أروم أن تكون ناجحا وصحيحا في كل شيء. أمين. الرب عاوز يكون بينجحهم ويخليهم أصحاء في كل شيء. فأمين تكون يعني بتزيد كلمات الإيمان كده في قلوبنا على أولادنا وعلى كل اللي على مقربة مننا، ونكون بنردد عليهم كلمات الرب. صلاة من أجل سوزان برسوم، الحمل يكمل على خير، تفضل يا إلهام. بسم الله يا أبو الإبن والروح القدس، الإله الواحد أمين. أشكرك لأنك تسمع وتستجيب لإحتياج سوزان. أشكرك لأنك تملأ قلبها بالإيمان إنها تنتظرك وتنتظر من إيدك العطية والخير. أشكرك لأن كل عيان بتسمعه أبداً ما يكون بيضعف إيمانها في شخصك وقدراتك. أنت إله قدير، أنت شداي، أنت إله عظيم، أنت ذراعك رفيعة، أنت يا رب اللي بتهب شعبك وأولادك نسل بحسب وعدك.
أشكرك يا رب إن بنتك تشوف الأيام اللي جاية خير لحياتها، وإيمانها يا رب يكون بيتشدد بيك ويثق فيك، ترفع قلبها هي وزوجها وتقول لك كده يا رب من يدك يا رب، من يدك يا رب بنطلب كل خير لحياتنا. أشكرك يا رب إنك تملأ قلبها بالإيمان ولا يتزعزع مهما طال الوقت، ومهما يا رب عينها شافت ومهما ودنها سمعت، لكن القلب يثق ويتملي بالإيمان إنك هتعطيها نسل وتبارك يا رب كل أمور حياتها. أشكرك لأنك سمعت واستجبت لأجل صلوات كل قديسيك، ليك المجد والكرامة يا رب. أمين 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 أمين. الرب يكمل معاها على خير في اسم يسوع. أمين. صلاة من أجل ميرفت، الرب ينزع كل حيرة ويظهر مشيئته. اتفضلي نشأت. أبونا السماء بنشكرك ونباركك لأجل المكتوب يا رب إنك تتنصحني وترشدني وتقودني وتكون عينك عليا. شكرا لك. تكون عينك على بنتك يا رب في أي حيرة، في أي ألف، في أي أمور يا رب مسببة يا رب تعب ليها، أنت تكون رفيق ليها، تهديها في الطريق، تنور حياتها، ويا رب تقدر أنك أنت تهديها إلى طريق مستقيم، روحك الصالح يهديها إلى طريق مستقيم. يا رب أزل كل حيرة يا رب، واديها أنها تكون بتشوفك وهي معاك وانت ماسك ايديها، وان هي مش لوحدها وانك انت سندها. مبارك اسمك. اي الغاز، اي اسئله ملهاش اجابات، اي امور محيره، اي امور يا رب شايفين يمكن ابواب متقفله والقلب اتملى بالحيره، لكن انت اللي بتهدي وانت اللي بتبعت حلول من عندك. اسم المسيح يسوع ازل كل يا رب قلق وكل حيره من القلب. يا رب املى القلب بالسلام. نعم يا رب، نعم يكون كنهر سلامها يا رب. امين يا رب. نعم في اسم المسيح يسوع هنزع ادير عليها سلاما كنهر. شكرا لك، شكرا لك اجل السلام اللي املى قلبها، يطرد كل حيره، يطرد كل انزعاج. مبارك اسمك، معين لنا في الطريق وسند. اشكرك انك انت مش بس معين، لكن انت تحمل بنتك على منكبك يا رب وتطمن قلبها. امين أمين 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 في اسم يسوع. صلاة من أجل نرمين رمزي، ورم في الحنجرة الرب يشفيها. أختنا سناء هتشاركنا الصلاة، تفضلي يا سناء. بسم الآب والابن والروح القدس والإله الواحد. يا إله العجائب والمعجزات، جاية لك يا رب برفع لك بنتك نرمين لتجرى آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع. يا رب أشكرك إنك أنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، أنت تصنع العجائب يا يسوع. يا رب أنت ما خلقتش فينا الحنجرة إلا عشان نسبحك بيها. لو إبليس تطاول ومد إيده بالمرض على حنجرة أختي نرمين، أنت تمد إيدك يا يسوع الآن وتلمس الحنجرة وتزيح إيد العدو بمرضه باسمك يا يسوع القدوس. يزيح ايده وانت تلمس الحنجرة وتعطي شفاء كامل باسم يسوع الغالي. كل من طلب كان ينال الشفاء. محتاجين يا رب نطلبك، انا واختي نرمين بنطلبك يا سيد، نلمس ولو هد بتوبك. مجرد ما نتلامس معاك وانت تلمسنا تعطينا الشفاء. جميع الذين لمسوك نالوا الشفاء. نثق يا رب انك تعطي شفاء لبنتك نرمين لمجرد انها تطلبك وتلمسك وانت تلمسها. مبارك اسمك يا رب، اشكرك لان انت صالح والى الابد رحمتك. احنا لا نضارب الهواء يا رب لما نطلبك، ان انت مشيئتك لينا صالحه، مشيئتك لينا نكون اصحاء، خلقتنا على صورتك وانت ما فيكش مرض. اشكرك لاجل الشفاء الكامل اللي يتم الان في اختي نرمين حنجرتها في اسم يسوع الغالي. أشكرك من أجل شفاعة دمك يا يسوع، من أجل شفاعة العذراء أم نور مريم. اسمع واستجيب لصلواتنا، ليك المجد. أنت هو الرب شفانا يا رب. صلاة من أجل مونيكا لأجل الامتحانات والمذاكرة، تفضلي يا إلهام. بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. استلمي يا رب بنتك مونيكا بكل قلق وكل اضطراب يا رب وقت الامتحانات.
تكون بتملأ قلبها بالسلام، وسلام الله الذي يفوق العقل يحفظ قلبها وفكرها في المسيح يسوع. نعم. استلمها يا رب وانقذها من كل قلق، وتراءى ليها يا رب في كل مادة بتكون بتعدي فيها، تشوف إيدك وتشوف رعايتك وعنايتك. أشكرك يا رب إن مونيكا تشهد إنه فعلا هي شافت إيدك وسط الامتحانات. كل مرة يا رب تنسى معلومة أنت تذكرها بيها، كل مرة يا رب تكون مضطربة وقلقانة أنت ترسل ليها سلامك وتدير يا رب يكون كنهر سلامك عليها. أشكرك يا رب في كل مرة تروح الامتحان قلقانة، أنت يا رب تكون بتملاها بالسلام وبالراحة. أشكرك أنك تذكرها في حينه بالمعلومة اللي كنا نسياها. نعم يا رب فعلا تقول يا رب وجدت عون في حينه كل مرة طلبتك فيها. أشكرك أن بنتك يا رب تكون بتشهد عن أمانتك في الآخر، لأنه عدم أمانتنا يا رب لا تبطل أمانتك. أنت أمين حتى ولو كنا غير أمناء. أشكرك لأنك تكمل مع بنتك للنهاية وتديها يا رب وتملأ إيدها النجاح كله. أشكرك لأنه إله النجاح يعطينا النجاح ونحن عبيد نقوم ونبني. أشكرك من كل القلب لأجل صلوات كل قدسيك. اسمع واستجيب. أمين. أمين. أمين كده، مش بس علشان خاطر مونيكا لكن كل أولادنا وبناتنا في الامتحانات، نطلب كده أنه عينيهم ما تنزلش من على الرب، فيكونوا بيجدوا عونا في حينه في كل وقت وفي كل حاجة بيذكروها. صلاة من أجل نجوى شوقي، مريضة جدا، الرب يلمسها لمسة شافية. تفضلي نجد. نزفت الدم يقول الكتاب، فالتفت يسوع وأبصرها فقال سكي ابن إيمانك قد شفاكي، فشفيت المرأة من تلك الساعة. أنا عايز أصلي كلمتين، فالتفت وأبصرها. أمين. أشكرك ونبارك اسمك. أمين. إنك أنت النهاردة موجود وحي. أنا بطلب في اسم المسيح يسوع بنتك تلمس حضورك زي ما احنا لمسين حضورك كده يا رب. تشوفك وأنت باصص عليها، تلتفت إليها. شوفك وانت يا رب عينك عليها، التفت يسوع وابصرها، لالا يخدعني العدو ان انا لوحدي، لالا يكذب علي العدو ان انا مش متشاف، لالا يوهمني ان انا منسي. حاشا، انت حي وانت موجود، انت قريب وانت تنظر المشقه، وانت بتنزل وتتواضع جدا وتيجي لغايه عندنا عشان ترفعنا فوق أتعبنا وفوق ألمنا وفوق مزلتنا. نعم تجلسنا مع الشرفاء، ولا يزلنا المرض أبدا، ولا يا رب يستعبدنا الحزن أبدا، لكن أنت بتيجي عشان ترفعنا. نعم، لأن مكتوب عنك ترسي ومجدي ورافع رأسي. شكرك. خلينا نختبر كده، ادي لبنتك تختبر أنك أنت ترسها وأنت مجدها وأنت عزها وأنت رافع رأسها على كل ألم ووجع. فقط النهاردة يا رب يكون لها الإيمان، إيمان نزفة الدم اللي قالت لو لمست هد بسوبه أشفى. نعم إيمانك قد شفاك، اسم يسوع المسيح. النهاردة نمتلك العطية دي يا رب، لأن مش هنقدر نجوز الأوجاع وألام الزمان الحاضر بدون أن احنا نشوفك، بدون أن احنا بنصدقك، بدون أن احنا بنؤمن بيك، لألا نخور في الطريق. هبنا إيمان في اسم المسيح، هب شعبك في هذه الإيمان في هذه الأيام إيمان بشخصك ومعرفة حقيقية بك. نعم. كل الكرامة والمجد ليك. نعم. أمين. 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 صلاة من أجل منى، الرب يشفيها، عندها جلطة في المخ وشلل نصفي. أختنا هيلة هتشاركنا صلاة، تفضلي يا هيلة. والابن والروح القدس واحد أمين. يا إلهنا الشافي، أنت صالح للكل ومراحمك على كل أعمالك. نحمدك لأنك إله عظيم وقدير في حبك وفي شفائك وفي غفرانك. بنرفع أختنا منى قدامك وبنصلي معاها وبنطلب زي بارتيماوس الأعمى ونقول يا يسوع ابن داود ارحمني. وانت رب شفت إيمانه وقلت له كده، فقال له يسوع اذهب إيمانك قد شفاك، فللوقت أبصر وتبع يسوع في الطريق. بنصلي أن أختنا تشفى وتتبعك في الطريق، وتكون انت الرفيق والسند والأب الحقيقي اللي بنعيش معاه ونتمتع بالعشرة معاه كل أيامنا. ساعدنا رب نطلبك ونعيش معاك بشفاعة أمنا العذراء مريم. اسمع واستجيب لكل المجد. أمين. أمين. الرب كان بيقول ويصنع خير ويشفي كل مرض. أمين. يكون اليوم لينا الإيمان ده ونشوف الرب هو بيصنع خير ويشفي كل مرض.
صلاة من أجل مديحة حمدي وقع في مشكلة. اتفضل يا إلهام. بسم الله يبقى الابن والروح القدس الإله الواحد. أشكرك رب من كل القلب لأنك لا تترك عصا الأشرار تستقر على نصيب الصدقين. أشكرك لأن الرب عوني، الرب بين عاضدي نفسي. أشكرك لأنه بنتك تشهد عن أمانتك معاها الأيام اللي جاية، وتشوف ذراع الرب الرفيعة القديرة اللي تنقذ وتنجي وترفع فوق كل أمر هي شايفاه. أشكرك يا رب إنك تحول كل الأمور وتصنعها لخيرها. أشكرك يا رب إنك تغير كل الأحداث لأنك موجود في المشهد. أصلي إن بنتك كده تطلبك تكون أنت الأول في الأمر كله يا رب، تطلبك سيد، تطلبك ملك، تطلبك قدير، تطلبك في حياتها، وتعلن كده إن بدونك يا رب لا أستطيع أن أفعل شيء. أشكرك يا رب إنك تشددها وتسندها في الأيام اللي جاية، وتشهد عن إيدك وعن عظمتك، ترى ذراعك الرفيعة ويدك القديرة تشهد عنك يا رب وعن كل عمل صنعته معاها الأيام اللي مضت. نعم احفظها، احفظ يا رب أمانها، احفظ سلامها، احفظ يا رب ثقتها في شخصك، احفظ يا رب إنها تشوفك القدير القادر على كل شيء، الإله العادل الأمين، الإله يا رب اللي لا يصنع لا يترك أبدا أولاده ولا يترك الأشرار تستقر ذراعهم عليها. أشكرك يا رب من كل القلب إنها تشهد عنك وعن رعايتك وعن أمانك ليها كل الأيام اللي جاية. أنت إله قادر وأمين. لأجل صلوات كل قدسيك اسمع واستجيب. أمين. أمين أمين أمين. صلاة من أجل أسرة سامح لوفاته، الرب يعزيهم ويسندهم. تفضل. الكتاب كده مبارك الله أب ربنا يسوع المسيح أب الرأفة وإله كل تعزية الذي يعزينا في كل ضيقتنا. حتى نستطيع أن نعزي الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى بها. أيوة. من الله. الشيء الجميل ربنا بيصنعه. بيديني تعزية. بيديني كمان تعزية إضافية. مش هاخد تعزية لنفسي. لكن أصل الله ما بيديش على حد الكفاف. لكن بيدي بغنى. فبيديني أتعزى وأقدر كمان أعزي الآخرين. نسأل ونطلب من أجل أسرة أمين. أمين. أبونا السماء بنشكرك ونبارك اسمك. نعم. أنت إله كل تعزية وإله كل رأفة. شكرك تعزينا بتعزيات من السماء. وروحك القدوس في وقت الضيقات هللويا بترسله أنت، لأنك أنت اللي بنفسك قلت لا أترككم يتامى أعطيكم معزيا آخر يمكس معكم. شكرك. فعلا ساعات بنحس إنه كان في ناس حوالينا وكان في أمور بتعزينا وتسندها بتروح، لكن أنت في الوقت المعين في وقته تعطينا معزي آخر ولا تتركنا يتامى أبدا. فعلا أنت إله كل رأفة، فعلا أنت إله كل تعزية. فأرسل موجات تعزية من عرشك يا رب لولادك كل الأسرة دي يا رب، وعوض بتعويضات. أنت قادر تشفي على كل مستوى، تعويضات على كل مستوى يا رب، تعويضات نفسية وتعويضات مادية ورعاية وإبوة وتحننات. أنت عندك الكثير، عشان كده خلينا نجيلك وإحنا واثقين فيك. خلينا نجيلك وإحنا عارفين أنك تغني في الرحمة، وأنت عارفين أن إحنا أنت اللي قلت تسدد كل احتياج بحسب غناك مش على قد الكفاف. إحنا ملناش الفتاة، إحنا أبدا ملناش الفتاة اللي نأخذه من مائدة. لا يا رب، إحنا لينا نجلس على مائدتك وتزيد أفراحنا وتزيد تعزياتنا وتجعل مائدة وتملأ مائدتنا دهنا، يعني فرح. قادر يا رب، قادر تحول النوح لفرح والحزن لتعزية. احفظهم في اسمك، سيرك حولهم من كل سهام العدو، أحزانه من كل أفكاره، من كل سهامه الملتهبة اللي بتصيب النفس في اسم المسيح، أحزانه وأوجاع وذكريات. سيرك حوالين الأسرة بالكامل في اسم المسيح يسوع، بكل تعزية خاصة من قبلك. مبارك اسمك. آمين أمين أمين. الرب يكون بيعزي كل حد حزين على انتقال أحد أحبائه. صلاة من أجل أم فقدت ابنها، الرب يعطيها تعزيات السماء. أمين أمين. تفضلي يا إلهام. بسم الله يبقى الابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا رب إحنا كبشر معزون بطلين،
لكن تعزيتك يا رب تلذذ نفس الأم، تعزيتك تصبر القلب، تعزيتك تعوض عن كل فقد وكل حزن يا رب ممكن تقابله، تعزيتك تملى القلب بتعويضات سماوية عن كل يا رب ألم وتعب بيجوز في نفسها. يا رب تعالى وارسل ليها كده إشارات من السماء عن مكان ابنها وعن الحتة اللي قاعد فيها، فتطمن وتفرح وتحيي يا رب المكان اللي قاعد فيه وتشاور عليه من بعيد وتقول حيوها من بعيد وتفرح لمكان ابنها. اشكرك يا رب لأنه احنا هنا غرباء وعزل، ده مش وطننا، لكن ده هنا وقت قليل هنقعد فيه ونطير نعيش في مكاننا وفي وطننا الحقيقي. ارفع عينينا على مكاننا الحقيقي وعلى مسكننا الأصلي، ارفع عينينا على بيتنا السماوي وعن مكانتنا حوالين شخصك، ارفع عينينا يا رب على الأبدية التي لا تقاس بالزمن القليل اللي احنا عايشين فيه. اشكرك يا رب انك تنقل الأم وتحول عينيها لنظرة تانية، اشكرك يا رب انك تغير اتجاه قلبها من حزن وأرض ووجع وفراق وأحزان وأتعاب لفرح سماوي لا ينطق به ومجيد. أشكرك لأنك إله كل تعزية ورب كل رأفة. أشكرك يا من كنت تشعر بآلام واحتياجات شعبك، عزيها بلطفك، عزيها بإيدك، عزيها بتحنناتك، عزيها بعينك وبقلبك، عزيها رب ارسل ليها خيرك لقلبها يكون بيملى القلب فيتملي فرح. أشكرك، أشكرك من كل القلب لأنك مختلف عن كل تعزية ممكن العالم يديها أو كل كلمات ممكن تتقال، تعزيتك مختلفة. نعم. تعالى ريح قلبها. نعم. وطمنها. نعم. تعالى يا رب واسندها وكون عوض يا رب للأيام اللي جاية، تكون بتعزي وبترافق وبتعوض. انت إله صالح، اشكرك من كل القلب مع صلوات كل قديسيك. ضمد قلبها، ضمد قلبها وكل جراحات في قلبها، اسمع واستجيب يا رب. أمين. نعم. أمين أمين. الرب يحمي من كل حزن رديء وجع قلب في اسم يسوع. طب احنا طلبات الصلاة يعني لأن الوقت خلاص، فأنا هقول الطلبات كلها وبعد كده هتصلي نشأ. صلاة من أجل بسادة وحنان لأجل الإنجاب. صلاة من أجل حنان الرب يعزيها ويسندها لوفاة زوجها. صلاة من أجل أولادها كرولوس ويوستينا وعبد المسيح الرب يحفظهم. صلاة لأجلي أنا حامل والجنين مش سليم، أرجوكم صلوا لأجل أن الرب يغير الحال ويكون الجنين سليم ويولد بصحة جيدة. طلبت صلاة من أجل والدي المقدس محفوظ إسحاق صاحب المنزل، أخذ منه شقة الإيجار بحكم غيابي لتغييبه عن منزله ومن عدة شهور، ويريد أن هو يبدد العفش والقضية صعبة جداً. برجاء صلاة لأجل رجوع الشقة لوالدي لأنه في غاية الحزن. صلاة من أجل مريم عندها حالة نفسية الرب يشفيها. صلاة من أجل مارينا في ثانوية عامة نفسيتها تعبانة لوفاة والدها، صلاة الرب يعطيها سلام وتعزية. صلاة من أجل جرجس ومينا وروماني مشاكل صعبة بينهم الرب يتدخل. شاب عنده 28 سنة عنده حالة نادرة في العينين، أرجو الصلاة من أجله الرب يشفيه. صلاة من أجل وجيه عنده خشونة في الظهر. صلاة من أجل أندرو بهجت. صلاة من أجل أنه يتدخل الله بالإخوة بينهم مشاكل على تقسيم محلات. صلاة من أجل مرقس رفعت ربنا يوفقه في الامتحانات ثانوي عام. صلاة من أجل كرولوس عمل عملية غضروف في رجله. صلاة من أجل ماريان عندها ورم في المخ وعندها طفلتين. مدام وهبة بتطلب صلاة لأجل نادر وروماني في ثانوية عامة، الرب يقف معاهم ويعطيهم سلام وهدوء. دي كانت الطلبات. أنا شفت اتفضل أستاذ حزمة الاحتياجات والطلبات دي. أمين. صلي بالآيات. أمين. المبارك الرب الله إله إسرائيل الصانع العجائب وحده، دي آية نختم بها حلقتنا النهاردة ونصلي بها لكل أحبائنا وكل اللي بيشاهدونا ويتابعونا. الرب الصانع العجائب وحده، مبارك الرب. أمين. نعم نباركك. نعم. مبارك الرب. أمين. إلهنا. نعم. الصانع العجائب وحده، منتظرينك مستنينك لكل احتياج. نعم.
ولكل طلبة ولكل حد بعث لنا النهاردة، احنا منتظرينك ولا يغزى بيا منتظرك يا رب الجنود. مبارك اسمك، انت ما زلت تصنع عجائب يا رب. احنا جايين لك مع كل شعبك في كل مكان النهاردة، طلبك وكل اللي بيسمعونا وشايفيننا النهاردة، نصرخ اليك يا رب الصانع العجائب العظام وحدك يا رب. مبارك اسمك مهما كانت التحديات، مهما كانت الأزمات، انت فوق كل ده. نعم ليتك تشق السماوات وتنزل، نعم من حضرتك تتزلزل الجبال يا رب. مبارك اسمك، نعم مهما كانت الأمراض ومهما كانت المشاكل ومهما كانت الأزمات، نعم بنفخت فمك تبيد أعدائك وكل الجبال تذوب مثل الشمع قدام الرب سيد الأرض كلها. ادينا الإيمان ده النهاردة، نصرخ لك نعم ونؤمن بك، أنت صانع العجائب وحدك يا رب. كل الكرامة والمجد لك، شكرا انك شرفتنا، وشكرا انك انت كنت في وسطينا، وشكرا انك انت تدبر بخاطر شعبك، وشكرا على استجابتك. امين 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 امين. بشكركم جدا، بشكرك يا إلهام. شكرا. بشكرك يا وجدي. شكرا لك يا نور. بشكرك يا نشأت. شكرا لك. مكتوب في رسالة كورنثوس: اريد ان تكونوا بلا هم. الرب مش عايز حد فينا يكون بيشيل الهم، فزي ما سمعنا النهاردة كده أنه أتمتع بمحبة الله لأنه حبيب الرب يسكن لديه أمنا. ربنا معكم.